بحثت وزارة الموارد المائية إمكانية الإفادة من خزين بحيرة الثرثار لزيادة مناسيب نهري دجلة والفرات وإكمال أعمال صيانة الأنابيب في قناة البدعة ومحطة أرزيرو في البصرة. مراسل العراقي حضر اجتماع خلية الأزمة وأعد لنا هذا التقرير. خطوات تجاوز أزمة البصرة تسير وفق توصيات رئيس الوزراء وخلية الأزمة الخدمية، مسجلة تقدما من حيث زيادة الإطلاقات المائية ومعالجة التكسرات في الأنابيب، فضلا عن الحد من التجاوزات على الأفرع والقنوات النهرية في محافظات الوسط والجنوب. خلية الأزمة الخدمية وفي اجتماعها التاسع خرجت بتوصيات أهمها نصب محطات سحب المياه للاستفادة من خزين بحيرة الثرثار لرفد حوضي دجلة والفرات وإكمال أعمال صيانة الأنابيب في قناة البدعة والمحطات في محطة الأرزيرو في البصرة. إجراءاتنا أغلبها هي استباقية، فإحنا الآن عندنا جهد كبير جدا في المقطع الضعيف من قناة البدعة اللي هو من كيلومتر 165 إلى كيلومتر 195. محطة الأرزيرو استبدلت بها بعض المضخات، الأنابيب اللي كان فيها أيضا تكسرات وكذا ده تستبدل، فإحنا نتوقع يصير زيادة على الطلب، فهذا أيضا خطوة استباقية. تم إجراء عدة فحوصات على نوعية المياه المتوفرة في هذه البحيرة، وحقيقة كانت النتائج تبشر بالخير، وهذا طبعا راح يعزز الإطلاقات المائية لحوضي دجلة والفرات. عملية إزالة الترسبات الطينية والنباتات النهرية في بعض الأنابيب والقنوات الواصلة لمحطات الضخ تكفلت بها ملاكات وشركات الوزارة، لكن هذه الترسبات بحسب مسؤولي لم تكن السبب الرئيس في تأخير وصول المياه إلى محطة ماء البصرة، بل كانت التجاوزات أبرز الأسباب في ذلك، فضلا عن التكسرات في بعض الأنابيب التي يجري العمل على إصلاحها بأسرع وقت. احنا عندنا ثلاث كراءات كبيرة في حوض ماء البصرة الكبير اللي هو يسع 5 ملايين متر مكعب، حتى اي ترسبات موجوده بينزلها حتى يحافظ على حجم الخزين. تنظيفنا للاحواض في مشروع ماء البصره باستمرار، وعندنا كراءات كبيره موجوده في هذا المكان. يقوم جهدنا ونتمثل باكثر من 30 اليه برفع ترسبات في القناه الرئيسيه ورفع شمبلان في الاحواض وكذلك ترسبات، اضافه لوجود قاطع تقوية أكتاف في قاطع المنطقة الكلسية. تجاوزات على الأنهر الرئيسية تقلل من الإطلاقات اللي تطلق إلى مدينة البصرة. الإسراع بصرف التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع التي أوصى بها رئيس الوزراء تمثل بداية نهاية أزمة شح المياه في بعض محافظات الوسط والجنوب، خصوصا فيما يتعلق بتحوير جزء من قناة البدعة الترابي إلى أنبوبية، والعمل على صيانة محطات الضخ والسحب في محطة الأرزيرو بطرق حديثة. من بغداد، حسن الفواز، العراقي IMN.